السلام عليكم، انا عبد الله نافع مؤسس مهرجان سله. فكره مهرجان سله هي دعم للطاقات الشبابيه المنتجه. الحمد لله والشكر احنا عندنا متطوعين خير من الله، عندنا شباب عندها طاقه انه تعمل وانه تقدم وانه تنجز، انه تقدم امور هوايه بكل حب، وحتى يعني يقدمون كل شيء بعمل تطوعي مجاني. فقررنا انه نأسس هذا المهرجان حتى ندعم طاقاتهم وندعم مشاريعهم المستقبليه، مو فقط المشاريع، ندعم الطاقات الشبابيه بالاصوات. هنا عندنا معرض الرسم، عندنا هوايه امور. الحمد لله والشكر قدرنا نحقق شيء كلش حلو، الناس كلش مستمتعه، دعمنا هوايه ناس اللي مبلشه بمشاريع بسيطه، وشكرا لكم. أنا وياكم محمد رعد، مسؤول ومؤسس فريق طب الطوارئ التطوعي، فريق واجبه الإسعاف والإنقاذ والإخلاء في حالات الطوارئ اللي هي الكوارث الطبيعية والحروب والاحتجاجات والأوبئة والتجمعات البشرية الكبيرة. اليوم احنا هنا بمهرجان سلة، تم دعوتنا من قبل إدارة المهرجان لتغطية الفريق إسعافيا ونشر التوعية الإسعافية والتوعية الصحية في المهرجان. اليوم انتشر الفريق هنا في المهرجان، وللآن الحمد لله لم تحدث أي إصابات أو أي شيء من هذا القبيل، لكن نحن هنا موجودين لحدوث أي طارئ في المهرجان. نحن نتواجد في أي مكان يحدث فيه تجمعات بشرية كبيرة لتقليل خطر الإصابات من خلال الإسعافات الأولية وخدمات طب الطوارئ التي نقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة من قبل فريق النافع التطوعي، اليوم حضرت مفارز الشرطة المجتمعية لمهرجان سلة، المهرجان السنوي الأول لبث روح التعايش السلمي والمحبة والألفة بين المواطنين وبين كافة شرائح المجتمع. اليوم الشرطة المجتمعية يتمحور واجبها في عدة مجالات. المجال الأول هو دعم الفرق التطوعية، دعم منظمات المجتمع المدني في مساندة العوائل المتعففة، دعم الأطفال المتعففين من العوائل الأيتام. اليوم الشرطة المجتمعية أيضا يتمثل واجبها في واجبات توعوية تثقيفية تشمل الحد من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، منها ظاهرة المخدرات، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وظاهرة التنمر، وظاهرة التحرش. اليوم الشرطة المجتمعية مستمرة بواجبها التوعوي والتثقيفي داخل المدارس الثانوية والابتدائية والمعاهد والجامعات، هذا بالنسبة للجانب التوعوي. وأيضا لدينا نشاطات تتمثل في عقد الندوات والورش والفعاليات اللي تحد من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا. وأيضا دور الشرطة المجتمعية من الجانب الإنساني هو دعم العوائل المتعففة بالسلات الغذائية، دعم الطلاب من الأيتام والعوائل المتعففة بالمواد الدراسية القرطاسية والملابس وإلى آخره. اليوم الشرطة المجتمعية أيضا مستمرة بنشر روح المحبة والتسامح والتعاون المشترك بين كافة شرائح المجتمع. لدينا نشاطات مشتركة أيضا مع الأقليات، لدينا نشاطات مشتركة مع شعبة الإسناد العشائري لحث أبناء العشائر على التعاون والتعايش السلمي والابتعاد عن الظواهر السلبية، الابتعاد عن الرمي العشوائي، الابتعاد عن الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، متابعة أبناء العشائر فيما يخص الظواهر والسلوكيات. أيضا دور الشرطة المجتمعية اليوم مستمرين أيضا بعقد الندوات داخل المؤسسات الحكومية، متابعة السلوك الوظيفي، متابعة سلوكيات الموظفين، ومستمرين بواجباتنا التوعوية والتثقيفية والإنسانية. الرائد صادق علي من الشرطة المجتمعية، دائرة العلاقات والإعلام.
ايه.